فيلم النهاردة بيحكي قصة ستيفاني وهي بنت عندها 9 سنين واللي لسبب ما أهلها سابوها وبتبقى عايشة في البيت لوحدها وبتاخد بالها من نفسها ومعها السلحفة بتاعتها مونساها واللي مسميها فرانسيس ويومها العادي بتقضيه في الفرجة على الكرتون والعزف على البيانو وبتحضر لنفسها عصاير وباقي الوقت بتلعب فيه مع السلحفة بتاعتها فرانسيس. وفي يوم ستيفاني وهي بتتفرج على التلفزيون بتلاقي قناة الأخبار بتتكلم عن حالة العالم البائسة بعد ما قوات خارقة للطبيعة دمرت وخربت المدن كلها، والأخبار بتقول كمان إن في عزل صارم هيفرضوه على البلد وبيطلبوا من الناس إنها تقعد في بيوتها، بس ستيفاني مش بتهتم بالأخبار دي وبتقلب القناة وبتشغل قنوات للأطفال وبتقعد تتفرج عليها، وكطفلة عندها يدوب 9 سنين بس بتبقى عشوائية شوية في كل حاجة بتعملها وبتكركب البيت معظم الوقت، بس رغم كده بتكون مبسوطة ومرتاحة في العيشة لوحدها من غير أهلها. وفي يوم وهي بتحضر عصير لنفسها بتسمع صوت غريب جاي من فوق فبتخاف وبتروح تشوف اللي بيحصل، بس كل اللي بتلاقيه ان الكرة بتاعتها نازلة من على السلم زي ما يكون في حد عايزها تلعب معاه. فستيفاني بتزعق في الشخص ده من غير ما تعرف هو مين، وبعدين بترجع على المطبخ وللأسف بتدوس على حتة ازاز مكسورة وهي بتحاول تاخد الدبدوب بتاعها، وعلشان مفيش حد معاها ياخد باله منها بتقوم هي وبتطلع على السلالم وهناك بتاخد علبة الاسعافات الاولية وبتعالج الجرح بتاعها، وبالليل بتحضر العشاء وبتقدمه في 4 أطباق، 2 لأبوها وامها وواحد ليها وواحد لاخوها، وبعد كده بتغسل سنانها وبتخش تنام بعد ما بتقرأ قصة لفرانسيس اللعبة بتاعتها. وتاني يوم الصبح ستيفاني بتحط فرانسيس على الارض وبتخليها تلعب معها استغماية، وبعد كده بتروح الأوضة التانية وبتستخبى تحت الخيمة بتاعتها اللي عاملاها من الملايات، وهناك وهي قاعدة تتفرج على ألبوم الصور بتاع عيلتها بتسمع صوت مرعب بيدل على ان في مخلوق قدام البيت، فبتخاف وبتحط ايديها على بقها وبتحاول على قد ما تقدر انها تقعد ساكتة وما تطلعش صوت. وبعد شوية المخلوق ده بيزوم جنب الخيمة اللي ستيفاني قاعدة فيها، بس لما مش بيلاقي حد بيمشي، وبعد شوية ستيفاني بتطلع من الخيمة بالراحة وبتروح عند الشباك علشان تبص على المخلوق ده، بس مش بتلاقي حد، فبتستنتج ان المخلوق هرب وراح ناحية الغابة. وبعدها بتقول لفرانسيس ان الوحش ما بيحبش الدوشة وعلشان كده لازم يقعدوا ساكتين. وفي وقت العصر ستيفاني وهي بتلعب بالكرة مع فرانسيس بتشوف الارنب بتاعها استاذ هوبر وهو بيلف في الجنينة، وبتكتشف ان في حد فتح له القفص بتاعه، فبتقول له يستناه شوية وبتدخل المطبخ تجيب له اكل. وبعد شوية بترجع له وهي ماسكة طبق صلصة وبتحاول تغري استاذ هوبر علشان يقرب منها وياكل من الاكل اللي حضرته له، بس ما بتقدرش تستدرجه والارنب بيجري على الغابة. وبعد فترة وهي بتغسل سنانها بالليل الكهرباء بتقطع، فستيفاني بتخاف وبتجري على اوضة بول اخوها وبتمسك ايديه، والغريب ان ايد اخوها بيبقى منظرها غريب وناشف زي ما يكون مات، بس لما ستيفاني بتطلب منه يحميها ايده بتتحرك بالراحة وبتقفل عليها زي ما يكون في حاجة بتتحكم فيه وبتجبره يتحرك. وبالليل بتسمع صوت دوشة عالي جنب الشباك فبتترعب وبتروح تشوف اللي بيحصل وبتلاقي دم في المكان، فبتروح ورا اثار الدم دي وبتلاقي الارنب بتاعها استاذ هوبر متصاب جامد وبينزف على ترابيزة، فبتتعصب وبتدخل اوضة اخوها وبتلومه على موت الارنب بتاعها وبتقوله كمان ان هو السبب في ان اهلهم يمشوا ويسيبوهم، فبتاخد مضرب البيسبول وبتقعد تضرب فيه وهو نايم على السرير، ومن الضرب الملاية اللي مغطياه بتتحرك وبتكشف لنا وشه، وهنا بنعرف انه ميت فعلا ووشه متحلل. وتاني يوم بالليل الدنيا بتبقى بتمطر والكهرباء بتقطع تاني، فستيفاني بتنزل البدروم علشان تجيب شمع وبتلاحظ ان الغسالة بتتهز جامد زي ما يكون في حد محبوس جواها، فبتخاف وبترجع تستخبى في الخيمة بتاعتها وبتنام. وبالليل بتسمع صوت حد بيفتح الباب وبتنزل تحت تشوف اللي بيحصل، وبتشوف المية مغرقة المكان وبتفهم ان في حد قدر يدخل البيت لما البرق بيضرب في السماء، وبتشوف المية مغرقة المكان وبتفهم ان في حد قدر يدخل البيت، ولما البرق بيضرب في السماء بنقدر نشوف ان في حد واقف وراها. فستيفاني بتخاف وبتجري على الحمام وبتقفل على نفسها من جوه، وشوية شوية خطوات الرجلين بتقرب منها اكتر، فبتحط ايدها على بقها من كتر الخوف، والمفاجأة ان دول بيطلعوا ابوها وامها اريك وجاين واللي رجعوا علشان يزوروها. وبعدين البنت بتسلم على اهلها وبتنام جنبهم، وتاني يوم جاين بتغير هدومها قدام ستيفاني اللي فكرها نايمة، لكن ستيفاني بتبقى صاحية اصلا وبص على امها وهي مش واخدة بالها، وبتستغرب لما بتشوف كدمات وتعوير في بطن امها، فستيفاني بتخاف من المنظر. وبعد شوية بتشوف ابوها بيطلع عيدان خشب وبيعمل بيها سور حوالين الجنينة، ولما بتنزل تسأله بيقولها انه بيعمل كده علشان يحميهم من الوحش. ولما ستيفاني بتشوف ده بتجري على اوضة اخوها بس مش بتلاقي جثته،
فبتطلع على الغابة من غير ما تقول لحد علشان تدور على أخوها، بس للأسف بتكتشف إن أهلها دفنوه في الجنينة، فبتتعصب وبتقعد تحفر بإيديها علشان تطلع الجثة. ولكن في اللحظة دي بيبدأ أهلها ينادوا عليها، ومها بتقولها ما تخرجيش تاني برا السور من غير ما تقوليلي، وبتسمع ستيفاني كلامها، ولكن بتكون عاوزة ترجع أخوها تاني البيت. وتاني يوم وخلال ما كانت جين بتحضر لستيفاني فطاير للفطار، بتبدأ ستيفاني تسأل أمها ليه سبتيني ومشيتي؟ فامها بتقول لها ده ما كانش بمزاجي، انا كنت فاكره الوحش خطفك. ولكن ستيفاني بتقول لها الوحش عايش في الغابه وهيفضل يهاجمنا كل ما يحصل دوشه في البيت. وبتقول لامها لازم كمان لما الوحش يدخل البيت نكون هادين جدا. وفي نفس الليله بترجع جثه بول تاني للبيت من خلال الشباك، من خلال قوه مش طبيعيه، وده اللي بيزعل جين وإيريك جدا، لان موقف دفن ابنهم كان صعب عليهم. لكن الغريب ان ستيفاني كانت بتتعامل عادي وكأن مفيش حاجة غريبة حصلت. وخلال العشاء بتسأل ستيفاني إيريك هو الوحش هو اللي رجع جثة بول تاني؟ فإيريك بيقولها أيوه هو، وبيقولها الوحش ده هيفضل يطارد عيلتنا. وبالليل بتدخل ستيفاني أوضة والدتها جين في السر، وبتلاقيها مجمعة مقالات كتير عن أطفال ارتكبوا جرائم بشعة، وبتفتح كتاب تشريح وبتكتشف إن أمها مهتمة بتشريح الدماغ. ولكن في اللحظة دي بتدخل جين الأوضة فجأة، ولكن ستيفاني بتستخبى تحت الترابيزة، ولما بتبص جين على كتاب التشريح بتتعصب وبتروح رمياه. وبيدخل إيريك على ستيفاني وهي بتستحمى، وبيبدأ يقولها الوحش موجود في دماغك انت بس، بيظهر بسبب مشاعرك السيئة، علشان كده لازم تسيطري على مشاعرك. فبتوافق ستيفاني، ولكنها بتسأل أبوها انت سبتني لوحدي ليه؟ فإيريك بيقولها انا كنت خايف ومش عارف احميكم ازاي، وعلشان كده هربت. وفي نفس الليلة بتسمع ستيفاني أهلها وهما بيتناقشوا ازاي يقدروا يسيطروا عليها، وبيكون إيريك شايف ان ستيفاني عاقلة وهتقدر تسيطر على مشاعرها، ولكن جين كانت شايفة عكس كده وعاوزة يعملوا كشف على دماغ ستيفاني. ولكن أبوها بيرفض وبيقول لجين إنه مش عاوز يخسر بنته. وطبعا ستيفاني بتكون سمع كل ده ومش بتعلق عليه، وبتدخل تنام ببساطة. ولكن في الليلة دي بتحلم ستيفاني بصوت غريب جاي من الباب، ولما بتقرب من الباب بتلاقيه مفتوح، لكن فجأة الباب بيتقفل، ولما ستيفاني بتفتحه وبتشوف شبح أبوها في وشها، وبتصحى ستيفاني مفزوعة. وستيفاني ما بتكونش مصدقة إن ده مجرد حلم، وبتروح تقف قدام نفس الباب، لكن أهلها بيصحوا وبيطمنوها. وبتبدأ ستيفاني تقول لإيريك إنها حلمت إن الوحش بيقتله. وبمجرد ما بتخلص ستيفاني كلامها، فجأة الباب بيتفتح من خلال قوة غير مرئية، وبتسحب إيريك لبرا. وفي اللحظة دي بتاخد جين ستيفاني تخبيها جوه الدولاب، وبتكون خايفة عليها، وبتطلب ستيفاني من أمها إنها تسكت علشان الوحش ما يسمعهمش. ولما الدنيا بتهدى بتخرج جين، ولما بتطمن إن كل حاجة تحت السيطرة بتقول لبنتها تخرج. ولكن فجأة نفس القوة الغريبة بتشد جين هي كمان، ووقتها ستيفاني بتخاف جدا وبتجري تاخد فرانسيس وبتنط من الشباك. ورغم انها بتتصفي النطة دي، لكنها بتقوم وبتحاول تطلع على السلم علشان ترجع البيت تاني، وبيحاول إيريك وجين يوقفوها، ولكن بتصدر قوة غريبة من الواضح انها طالعة من البنت نفسها، وبتحاول تسحب إيريك وجين، لكن جين بتستخدم اخر طاقتها وبتسحب ستيفاني من على السلم. ولكن فجأة بيظهر وحش غريب ليه مخالب وبيحاصرهم من كل حتة، وبتبدأ جين تقول لبنتها اهدي، لكن البنت ما كانتش قادرة تسيطر على نفسها، فبتطلع جين منديل فيه مخدر وبتنيمها. وبمجرد ما ستيفاني بتنام الوحش بيهدى، وبتبدأ ام ستيفاني تقول لها انت الوحش. وتاني يوم بتصحى ستيفاني، وبيبدأ ابوها يقول لها ان عندها وحش بيتحكم في عقلها وتصرفاتها، وبيبدأ ينومها مغناطيسي وبيسألها عملت ايه في بول. فبتقول له في يوم وانا وبول بننحت القرع لعيد الهالوين بدأ يضايقني فقتلته من خلال قوة غير مرئية. وبعد ما ستيفاني بتعترف بالكلام ده بتبدأ تبقى عنيفة، فجين بتدي لها حقنة مخدر وبياخدوها لأوضة العمليات، وبتبدأ جين تفتح دماغها رغم ان إيريك بيحاول يمنعها، لكن جين بتقول له دي الطريقة الوحيدة علشان يحموها. ولكن لسوء الحظ بتفوق البنت الملبوسة في أول العملية وبتدمر أوضة العمليات. وبيبدأ إيريك يتابع الأخبار، وبيعرف ان العمليات اللي اتعملت لأطفال بيعانوا من نفس حالة ستيفاني فشلت، والأطباء ماتوا، وان الحل الوحيد اللي قدامهم دلوقتي هو انهم يقتلوا الأطفال اللي عندهم المرض النادر ده من خلال القتل الرحيم علشان ينهوا عذابهم. وتاني يوم الصبح كانت ستيفاني بتتعامل كأن مفيش حاجة حصلت، ولكن في الوقت ده كانوا أهلها عايزين يقتلوها من خلال انهم يحطوا سم في الهوت شوكليت بتاعها. وبيبدأ إيريك يطلب من ستيفاني انها تتمشى معاه في الغابة، وبتكون علاقتهم كويسة، وبتعتذر ستيفاني لأبوها لو كانت زعلته، وبيتأثر إيريك بكلامها. لكن بعد شوية بيبدأ إيريك يطلب من بنته انها تشرب الهوت شوكليت بتاعها، لكن قبل ما تبدأ تشربه قدرتها في التحريك الذهني عن بعد اشتغلت ورمت الكوباية ووشها اتحول لأزرق،
وكانت ستيفاني بتحاول تتحكم في نفسها لكنها بتفشل، وبتسيطر على إيريك وبتجبره يدافع عن نفسه ويمسك مسدسه وبيضربها بالرصاص أكتر من مرة. وبعد الحادثة البشعة دي إيريك بيرجع البيت وهو مضطرب، وبيكون متوقع إن بنته ماتت، وكان منهار من العياط، وكان بيقول قد إيه هو حاسس بالذنب من اللي عمله. ولكن تاني يوم وهو بيدفن بنته ستيفاني لقيها واقفة قصاد الباب الخلفي من عند السور، وبيكون إيريك في ذهول وبيحاول إيريك يتصرف بسرعة، لكن ستيفاني مش بتديله فرصة، وبقدرة التحريك الذهني بتاعتها بترمي أبوها في الهواء، وبعد كده بتروح في اتجاه الحمام وبتلاقي جين، وبتفضل من غير رحمة تضربها في الحيطة جامد. وبعد كده بتروح على إيريك وبتطعنه بالسكينة وبتكسر عظام جين وبتقتلهم، وبتقول لهم انهم ما كانش المفروض يرجعوا من البداية. في اخر مشهد بتبدأ ستيفاني تهد البيت كله بقدرة التحريك الذهني، وبتسحب اجسام ابوها وامها برا البيت وبتسيبهم عند قبر بول، وكمان بتروح تدمر البيوت المجاورة بعد ما داست ومشيت على السلحفة اللعبة بتاعتها، وبتوضح انها سيطرت على المكان بالقوة، وبقى واضح ان ظلها بقى فيه مخالب كبيرة شبه الاخطبوط الضخم. الفيلم بيخلص وبيظهر قدامنا مشهد الكرة الارضية باكملها وهي متدمرة بنيران مميتة، وده بيوضح ان اطفال تانيين بنفس قدرة التحريك الذهني عايشين وبيضربوا. وبكده بيخلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.